أهلا بكم إلى برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. أربعة عناوين لملفات كانت حاضرة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتداولها عراقيون. البداية ستكون مع تفاقم أزمة تلوث مياه الأنهار في عموم العراق بسبب العجز الحكومي عن توفير حلول جذرية، والأمم المتحدة تحذر من كارثة جفاف تطال ملايين العراقيين. ثم بعد ذلك نذهب إلى المدارس العراقية وكيف أنها اكتوت بإهمال الحكومة ولا تزال تتعرض إلى ظروف أمنية غير مستقرة، إضافة إلى معاناة على مستوى التجهيزات. ومن ثم نتابع ما رصدته كاميرا المراقبة في البصرة، تحديدا لحظات استهداف جامع خالد بن الوليد في قضاء الزبير بالبصرة بعبوة محلية الصنعة، ومواقف أخرى رصدتها الكاميرا. أما الختام فسيكون مع قصص لمواطنين تهدمت بيوتهم وأصبحوا للأسف بلا مأوى. أهلا بكم. البداية مع تفاقم أزمة تلوث مياه الأنهار بالعراق بسبب العجز الحكومي عن توفير حلول جذرية، والأمم المتحدة تحذر من كارثة جفاف تطال ملايين العراقيين. المياه الثقيلة واحدة من أسباب التلوث، نهر السماوة نموذجا الذي تصب به المياه الثقيلة بشكل مباشر. مجاري الثقيلة كلها بالشارع. شلون غير لون الماء؟ شلون هذا لون الماء؟ هاي المجاري الثقيلة. كورنيش السماوي. هذا الكورنيش. هذا الجسم. الآن نتابع هذه المادة وفيها نفوق الأسماك مؤخرا الذي ينذر بحالة خطيرة جدا في العراق وتهدد أمنه الغذائي مستقبلا، والسبب ارتفاع نسبة الملوحة وتواصل تلوث المياه. هاي وفيات اليوم 10/10. هاي وفيات الصبح اليوم 10/10. هاي الوفيات اليوم 10/10. زين في ذات الموضوع يقول نشطاء عراقيون في مواقع التواصل إن أصحاب الأحواض ومزارع تربية الأسماك يزيدون الطين بلة من خلال رمي أسماكهم النافقة التي قتلها التلوث والمياه المالحة، إنهم يلقونها في نهر دجلة. هذا الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد، وهذه نهر دجلة، وهذه الوضعية مال نهر دجلة. لأصحاب الأقفاص تربية الأسماك الله يعوض عليكم خسارتكم، بس يا أخوان اللي دسووه أكبر غلط تذبون السمك بالنهر. اللي دي يصير نهر دجلة عبارة عن ثلاجة مال موتة، بقصد بغير قصد أنتوا جاي تلوثون النهر. شوفوا هاي الاقواني مالتكم الصاير، هاي الاقواني اللي تتعبون بيها السمك وتذبوها عبارة عن دود. هاي كلها امراض، كلها امراض. باعوا هاي السلابيح كلها امراض. الى امانة بغداد الان، والتي ذكرت ان ما سمته مشروع قناة الجيش المائية مستمر، وقالت انه يتضمن ما يزيد عن 60 مرفقا ترفيهيا، أمر فسره شباب عراقي على أنه يخدم من سموهم الفاسدين في العراق لا غير. تحت نير الطغاة من الأحزاب المتأسلمة، هذا هو حال قناة الجيش. هذا حال قناة الجيش.
الآن إلى مدرسة في البصرة متوقف العمل فيها منذ 5 أعوام بسبب ما وصفه نشطاء عراقيون على فيسبوك بالفساد الحكومي. السلام عليكم. هاي مدرسة بقزيزي بشارع العريض شارع المدارس، هاي صارت تقريبا 5 سنوات متوقف العمل بيها، والمدارس شو نقول احنا اربع وجبات، كل درس ساعتين، يعني كل وجبة دراسية ساعتين. هاي شوفوها 4 سنوات، شوفوا الفساد وين وصل. متوقفة صار 5 سنوات مدرسة شارع المدارس القزيزة البصرة، شوفوا متوقفة. نذهب الآن إلى مدرسة في منطقة المعامل ببغداد، وكيف أن أكثر من 110 من الطلاب يتكدسون في فصل واحد. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله، جاي تشاهدون عندنا في المعامل 3 مدارس في بناية متهالكة، يعني في مدرسة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى استضافة السيد رئيس الوزراء المحترم، وإلى وزير التربية، وإلى منظمات المجتمع المدني، وإلى اليونسكو. هذا حال التعليم في العاصمة بغداد عام 2018. عدد الطلاب في هذه المدرسة بالصف الواحد 113 طالب، 113. هذا حال التعليم. الأهالي يعانون من سوء تعليم الطالب الطفل، والمعلم يعاني من كثرة الطلاب، 113 لا طالب يفتهم ولا المعلم يسيطر على الوضع. إلى حال مدرسة الجوادين للبنين ببغداد، والانفلات الحاصل فيها بسبب عدم تمكن الكادر التدريسي من السيطرة على الطلاب، وذلك بسبب خشيتهم أيضا من الاحتكاك مع أهالي الطلاب وتطور الأمور إلى قضايا عشائرية. شوف هاي مدرسة عارف خاطر عوض بعلي، هاي مو مدرسة بعلي. وما دمنا نتحدث عن خوف الكادر التدريسي من الاستهداف من أولياء أمور الطلبة، قام ولي أمر إحدى الطالبات بمهاجمة ثانوية للبنات، والسبب رسوب ابنته. شباب عراقي كتبوا في فيسبوك أن الحال ليس سوداويا بشكل تام، وتحدثوا عن مبادرات جميلة تستحق أن نسلط الضوء عليها. مواطن يتبرع بأجهزة تكييف إلى مدرسة، ويؤكد أن هذا التبرع يأتي من أجل محاربة الفساد الذي تسببت به الأحزاب، وإسهاما بالتخفيف عن الأطفال الصغار الذين رددوا هتافات عبروا فيها عن فرحتهم. شوفوا اخواني، شوفوا الفرحه، الفرحه ما تنصفها والله العظيم، فرحه لا توصف. واحنا نشوف ابنائنا وتلاميذنا، يعني بعد يعني كبونا، يعني ما شفت كثير. يعني امور بسيطه رحنا اشتريناها وصلحناها، غاز بواري هسه اجى تبريد، وشوفوا شلون الخلوات الكيفات.
وكأنما ما أعرف يعني كأنما شيء من الفضاء نزل. الله لا يوفقكم الفاسدين، والله وراك، والله العظيم وراك، وما نسكت وما نخاف، لا عدنا موت ولا عدنا كلا الفاسد، كلا كلا الفاسد، كلا كلا الفاسد، نعم جمعية، نعم جمعية، نعم. ويبقى الأمل، لكن الآن نعود للأسف إلى سوداوية الواقع. كاميرات المراقبة ترصد لحظة استهداف جامع خالد بن الوليد في قضاء الزبير بالبصرة بعبوة محلية الصنعة زرعها بقرب المسجد بعض المجهولين. لا سيدي اكو نجي نشوف يمكن سياره سمن فيها ايه ايه سيدي لا بدون رقم السيدي والله هسه سيدي انبطهم خليني اشوف انا فيها رقم شو سحاب لطيم رجع. شباب من البصرة وغيرها من المحافظات كتبوا على فيسبوك: في ظل تغول الميليشيات في المدينة لا يزال متظاهروها وناشطوها يعانون من الملاحقة والاغتيالات. ناشطو البصرة صرحوا لعدد من وسائل الإعلام وقالوا إن ما تسمى أو ما يسمى حزب ثأر الله يطاردهم، وقالوا الشباب أنهم أو إنهم لا يزالون يهددون بالاعتقال وبالفصل أيضاً من وظائفهم. في نهاية التظاهرات كان هناك بعض الخروقات بتدخل الأحزاب لغرض تشويه صورة التظاهرات السلمية. قررنا تعليق التظاهرات. بعد تعليق التظاهرات اشتغلنا حملات تطوعية لتنظيف المحافظة. بعدها تفاجئنا بصدور مذكرات قبض علينا، مذكرات من مقامه من مشتكي اللي هو امين عام حزب ثار الله الاسلامي. مذكرات قبض وصدرت بحوالي 16 اسم، بعدها باسبوع ثلاث اسماء صارت 19 اسم. اصدقائي اتصلوا بي بان هناك قوه داهمه المحطه بيتها مذكره قبض صادره بحقي من دائره اجرام المعقل. من هذا التاريخ انا بعيد عن اهلي، بعيد عن عائلتي، بعيد عن دوام، منقطع عن الدوام، واحتمال تصدر مذكره فصل بحقي. التهمة وحرق مقر حزب ثار الله الإسلامي. طبعاً واكبنا كل التظاهرات إحنا بالبصرة، وبعد الأحداث اللي شهدتها البصرة بتاريخ 6 أيلول و7 أيلول اللي هي كانت يعني مطالبة بتحسين خدمات ماء وكهرباء، كل اللي طالبناه إحنا ماء صالح للشرب لنا ولأطفالنا وتوفير كهرباء ويعني توفير فرص عمل للشباب، هاي اعتبرها انا ابسط سبل عيش. جوبهنا برصاص حي وغاز مسيل للدموع، وحاليا احنا مطاردين بعيدين عن اهلنا، بعيدين عن اطفالنا، مهددين بالفصل من وظائفنا. الان الى مواطن من الديوانيه يترك مصيره مجهول بعد تهديم منزله واصبح في العراء وعائلته بلا مأوى. نتابع. اليوم تغطيتنا في منطقة بساتين محمد علي حالة غريبة عجيبة تحدث مع أبو يوسف. قاموا بتفليش بيته بدون أسباب، راح يتحدث لكم أكثر. أبو يوسف تحدث لنا ما هو سبب تفليش هذا البيت، وأنت عندك مستندات بأن مشتري هذا البيت ب 11 مليون وباني ب 29 مليون، شنو السبب؟ قاموا بتفليش بيتك وبدون حتى امر حسب قولك، تفضل. السبب هو انا اشتريت القاع من سنه 2002 بعقد باسم نقيب جهاد بالدفاع المدني من مكتب عقارات بغداد، هو الذي عرضت عده القطعه، والقطعه كانت سابقا عائده لابو المكتب. فمن اشتريت القطعه قال لي اول مره ب 8 ملايين، بعدين صارت ب 7.5، شال 6 ملايين اعطاه للنقيب، نقيب جهاد بالدفاع المدني هسه حاليا عقيد في احوال البصره، في جنسيه احوال البصره. فقال لي تروح تجيب المالك، رحت جبت المالك، أجر السيارة، قال حتى ندور العقد باسم قبل باسم المالك حتى يدور لك القطعة. فسووا لي عقد باسم المالك، هذا العقد موجود عقديا عندي باسم مالك الأرض.
جواد محمد علي جواد. فإلى أن كملت المبلغ أنا أشتغل قهوتي بالفواتح، فإلى أن كملت المبلغ مليون باقي للمداور. ذن المستندات يعني ذن المستند مشتري؟ هذا العقد أنا مشتري، عقد زرع، عقد صادر. أمام الكاميرا وجهن. هذا عقد، عقدين ذن، عقد بال 160 متر وعقد. الآن إلى جزء من قصة حالة مأساوية أخرى، مواطن من الديوانية يترك أو يترك مصيره إلى المجهول بعد هدم منزله، ويتهم من سماهم بالسراق والفاسدين أنهم هم فقط من يتمتعون بخيرات العراق ويتعمدون تجويع شعبه وإفقاره. نتابع. الجانب حاصل عليهم من الف دينار، واحدهم كان يبيع العلم ويبيع الحلويات، كان فقير تنوع روحك من جنس فقير، هسه كانما ما صالف وياه. الآن وصلنا وإياكم السادة المشاهدين إلى فقرة آرائكم. في آرائكم عرضنا في أوقات سابقة من برنامجكم تواصل دوت كوم الكثير من مقاطع الدقات العشائرية للحظات الهجوم، لكن كيف هو الحال داخل المنازل التي يتم مهاجمتها أو المنازل المجاورة للمنازل المستهدفة؟ في هذا المقطع الذي صور داخل أحد المنازل نعيش عن قرب مع ما تعيشه العوائل المجاورة للمنازل المستهدفة. أنفاس سريعة وصراخ أطفال وفزع كبير، إنه ليس مشهدا في فيلم سينمائي، بل الجيران يتعرضون للرمي بالرصاص الحي بحجة الدقة العشائرية. وعلى الرغم من أن المقطع مصور بأجواء مظلمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن الأصوات وكمية الفزع تبين جانبا من حال المواطنين في بلد يغيب فيه القانون وتسود فيه سلطة الغاب. يا خير يا خير تقرب يا خير. هم ليش؟ إذن هذا هو الحال في العراق بسبب للأسف غياب الدور والاهتمام الأمني من قبل الحكومة الحالية. نقرأ عليكم الآن مشاهدينا الكرام أبرز التعليقات التي كتبها شباب عراقي في فيسبوك تعقيبا على هذه اللقطات التي شاهدتموها قبل قليل. في التعليق الأول نقرأ ما كتبه أكرم الساعدي، يقول: تحياتي للمرجعية الرشيدة اللي أكيد راح تحرم البوبجي وتعوف العشائر السايبة. هنا أكرم يوجه النقد اللاذع والمباشر إلى المرجعية، ويقول إن المرجعيات الدينية هي التي تشرع وجود مثل هذه الأحداث، والتي بصمتها على من يقوم بها يشرعنون بصمتهم للأسف هذا الظلم الذي يتعرض له مختلف المواطنين. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي كمال الدلفي يكتب: هذا نفس الجاي يدق بعد كم يوم يروح مشي للحسين ويجوز عدة موكب بالطريق. على ما يبدو أنه يتحدث هنا عن الميليشيا التي تقوم مثلا باقتحام بعض منازل المواطنين، تروع المواطنين الآمنين، تروع جيرانهم، ويقول إنهم ربما تجدونهم أنفسهم لاحقا هم من يدعون حب الحسين وأنهم يذهبون إلى زيارات. الآن إلى تعليق آخر. في التعليق التالي كابتن يكتب: زين سؤال، من يصير هذا الرمي؟ ماكو دوريات قريبة يجون يعتقلوهم يسووا لهم إجراء؟ شنو شغلهم مثلا؟ هذا الشاب يتحدث عن الإهمال الحكومي من الناحية الأمنية، وكيف أن استسهال حياة المواطنين والاستخفاف بأمن المواطنين يقود إلى هذه النتيجة التي شهدناها معا قبل قليل. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي ميسر العظمي يكتب: مؤكو حكومة جت وراء 2003 انطوهم الأمريكان الحكم بالغصب، خليه يضبطوها يوم واحد بس.
يضبطوها يوم واحد بس. ميسرة هنا يتحدث عن الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي عام 2003، وكيف أن مختلف الحكومات التي جاءت على المشهد السياسي العراقي لم تقدم أمناً، وإنما اهتمت لذاتها ومن هم حولها فقط. إلى التعليق الأخير، أحمد يكتب: بالبلد صار أكشن، راح يوزعون سلاح على البطاقة التموينية أحسن من الزيت والشجر. أحمد يتحدث عن حالة التسيب الأمني، وكيف أن السلاح أصبح في يد كل من هب ودب، وأن القانون لا يطبق إلا فقط على الضعفاء بهدم منازلهم أو بزج الشباب الذي يطالب بحقوقه وبخدمات للباصرة مثلا يزجون بهم في السجون. أما أن يقوموا بإصلاح الحال والاهتمام الأمني وفرض الأمن الحقيقي بحيث يشعر المواطن بشيء من الاستقرار، فهذا على ما يبدو أصبح حلماً في عراق اليوم الذي تقوده الأحزاب التي يصفها شباب عراقي في مختلف وسائل التواصل بالفاسدة. الآن إلى تويتر. الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة مشاهدينا الكرام هو هاشتاج فضونا. نتابع وإياكم الآن التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني أو الإلكتروني. علي كتب: لو اتفقوا سرقونا، ولو اختصموا قتلونا، فضونا. هنا على ما يبدو أن علي يوجه رسالته إلى الساسة العراقيين، سواء اتفقوا أو اختلفوا فإن الخاسر والضحية هو العراق. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية نكتب ما قرأه أو ما كتبه مصطفى، نقرأه عليكم. يقول مصطفى: لا تربية ولا صحة ولا صناعة ولا تعليم ولا خدمات ولا كهرباء، فضونا. مصطفى هنا يسرد الإشكالات والأزمات والخدمات التي لا يجدها العراقيون، وهو يطالب بالتغيير بسبب انعدام هذه الخدمات. عل وعسى أن يأتي من يكون أهلاً للمسؤولية، لا فقط أن يتحدث عنها قولاً لا فعلاً. إلى التغريدة الثالثة. في هذه التغريدة باسم يكتب: فضونا فضونا من سوق هرج الوزارات والمزايدة على المناصب، وفضونا من ماراثون الاجتماعات المغلقة لتقاسم المغانم، وفضونا من إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال، وفضونا وابدأوا بتقديم الخدمات، وفضونا ووفروا لنا فرص العمل، وفضونا وحربوا الفاسدين، وفضونا كافي عاد. نقرأ الآن عليكم مشاهدينا الكرام التغريدة الأخيرة في هذه الفقرة التي ذيلت بهاشتاج فضونا، وكتبها سون أوف ميسوباتاميا. يقول هذا سون أوف: فضونا قسموها للكعكة بينكم، بس خلونا نعيش بسلام. كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني فضونا. بعد الفاصل نذهب وإياكم للمقاطع المصورة. الأمن الغذائي العراقي يعيش حالة من الخطر، دعونا نتابع لنتعرف كيف يحدث هذا. من يوقف مهزلة الجوع في العراق؟ سؤال برسم الإجابة، والإجابة متروكة للأيام. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتوفرون أو تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.